يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من ذبح عند القبور معظما لها يعد تعظيمه هذا كتعظيمه لله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، واللي قرأنا وتعبنا فيه راح ماله فائدة. من قرأ عند القبور، من دعا عند القبور يعظمها فهو مشرك، من دعا عندها يعظمها فهو مشرك، إن كان يريد منها. أما إذا كان يريد من الله فهو مبتدع، لأن ليس هذا محل دعاء الله. نعم. فإذا دعا عند القبر يريد القبر يتقرب إليه هذا مشرك، إذا كان يريد وجه الله ويظن أن الدعاء يستجاب فهذا مبتدع وهو على خطر من الشرك. نعم.